إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإنها وصيته سبحانه للأولين والآخرين، وهو القائل عز من قائل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ألا وإن من تقوى الله جل وعلا أن يسلك المؤمن في تعامله مع الآخرين المسالك التي حث عليها القرآن العظيم وحث عليها النبي الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن جملة ما يحتاج إليه المرء في التعامل مع الآخرين ما حثنا ربنا عليه في كتابه ودلنا عليه وأوصانا به، حيث قال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. في هذه الآية الكريمة يخبر الله جل وعلا أن الصفات الحسنة والخصال الكريمة لا يمكن أن تتساوى مع الصفات السيئة والخصال الرذيلة، ولذا قال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، لا يمكن بحال أن يستوي الحسن مع السوء، لا يمكن بحال أن يستوي الإيمان مع الكفران، ولا التوحيد مع الشرك، ولا الطاعة مع المعصية، ولا الإحسان مع الإساءة، ولا الحلم مع الجهل، ولا الغضب مع الحلم. لا يمكن أن تتساوى هذه الصفات في حسنها وما يكون بضدها. وقد تنوعت أقوال المفسرين رحمهم الله في المراد في هذه الآية بالحسنة والسيئة، وهذا من عظمة القرآن وجزالة ألفاظه، فإن الآية عامة شاملة إلى نفي ما كان على الضد فيما بينهما في حسنه وسوءه في كل المقامات. ولذا فإن المتعين على المؤمن أن يتطلب الحسن دائما، والحسن يعرف بالشرع، الحسن يعرف بالشرع المطهر، فما حكم عليه الشرع بأنه حسن فهو الحسن، وما حكم عليه الشرع المطهر بأنه سيء فهو السيء. كما أن الحسن والسوء يعرف أيضا بالعقول الصالحة وبالفطر المستقيمة، يعرف أيضا الحسن والسوء بالعقول السليمة والفطر المستقيمة. ولذلك لا يمكن أن يجتمع الناس أبداً على ضلالة وسوء، لا بد أن يكون من بينهم من يقر الحسن ويدفع السوء. وبعد أن قرر الله جل وعلا هذا الأصل العظيم أنه لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ففرق عظيم بين هذه وهذه، أرشد الله جل وعلا إلى ما ينبغي من تعامل الإنسان مع الآخرين الذين يسيئون إليه. ادفع بالتي هي أحسن، أي من أساء إليك فادفعه عنك بالإحسان إليه. وهذه منزلة عظيمة شريفة كريمة لا يبادر إليها إلا الكرام من الناس، كما قال عمر رضي الله عنه: ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. المؤمن
لا يمكن أن يحمله جهل الآخرين على أن يسيء إليهم، ولا ظلمه أن يظلمهم، ولا خداعه أن يخدعهم، ولا سوءهم أن يسيء إليهم. فالمؤمن يترفع عن ذلك كله، وبخاصة مع من هم في الدائرة القريبة منه من الأرحام والجيران والأصهار والأقارب والزملاء، فإن هذه المنزلة لهم تفرض عليه أن يبادر إليهم بهذا التعامل الكريم. وهذا يوضحه ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه أحد الصحابة رضي الله عنهم يشكو إليه حال بعض أقاربه، قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي، وأصلهم ويقطعونني، وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل. إن كنت كما تقول على هذه الحال الكريمة فكأنما تسفهم المل، كأنما تقذف في وجوههم بالرماد الحار، لأن هذا التعامل منك يجعلهم على حال أسف وأسف، أنهم برغم جهالتهم وبرغم إساءتهم وبرغم ظلمهم لا تقابلهم إلا بهذه الخصال الكريمة. ثم بشره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأمر عظيم جليل وعده الله جل وعلا من اتبع رضوانه واتبع ما أرشد إليه، قال: ولا يزال معك عليهم من الله ظهير ما دمت على ذلك. يعني أن الله ينصرك ويثبتك ويؤيدك ويرفع قدرك ويظهر من شأنك ويجعلك الأعز الأكرم الأرفع عليهم على ضد ما أرادوا. وهنا نستحضر قصة يوسف عليه السلام، كيف أراد إخوانه وكيف عاملهم: اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فجعل الله له المنزلة العظيمة التي شهد له بها إخوانه الذين غاروا منه وأرادوا الإساءة إليه. تالله لقد آثرك الله علينا. وأعظم من هذا مثال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي حاربه قومه وقاتلوه وآذوه وكذبوه ورموه بالتهم وأخرجوه من بلدته مكة وفعلوا ما فعلوا، حتى جاء ذلك المقام الذي أظهره الله فيه عليهم وجعل له فيه المنزلة العالية في الدنيا والآخرة. ولما قام على رقابهم في يوم الفتح فتح مكة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ إذا بهم تنطق ألسنتهم عما أقرت به قلوبهم، قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقالها صلى الله عليه وآله وسلم ليسلكها أتباعه والمؤمنون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها: اذهبوا فأنتم الطلقاء. محمد صلى الله عليه وسلم إنه المثل الأعظم في سلوك هذه السبيل التي دعانا ربنا جل وعلا إليها. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، ماذا تكون العاقبة؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا الذي يعاديك، هذا الذي يحيك لك من السوء ما يحيك، إذا واجهته بهذا الحسن فاسمع خبر الله عنه كأنه ولي حميم. يكون من أقرب الناس إليك صادقا محسنا بعد أن كان عدوا مبرما لكل سوء نحوك. وقد نطق بذلك بعض من كانوا يعادون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حينما قال بعضهم:
وكان على الشرك ثم أعلن إسلامه، والله يا رسول الله ما كان أحد على وجه الأرض أبغض إلي منك. ثم إنك الآن بعد أن رأى عليه علائم النبوة وخصالها وسيمائها، قال له بعد أن شاهد من إحسان النبي صلى الله عليه وسلم الخصال الكريمة التي لا تصدر إلا عن نبي، قال بعدها: والله يا رسول الله ما أحد أحب إلي على وجه الأرض منك، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذا أحسنت إلى من أساء إليك قادته تلك الحسنة إليك، قادته إلى مصافاتك وإلى محبتك والحنو عليك، حتى يصير كأنه لك حميما، حتى يكون إليك قريبا من الشفقة عليك والإحسان إليك. فما استدفعت النقم، وما ابتعد عن المشاحنات بمثل ما قوبلت به من الإحسان. هذا خبر ربنا، هذه وصيته لنا، أن نقابل هذه الإساءات التي توجد فيما بيننا بأن يكون المقابل فيها الإحسان. وهذا المطلب من المقاصد العليا التي حثت عليها الشريعة، فإن من المقاصد العظمى التي تؤكدها شريعة الإسلام إشاعة الحب والود والسلام والإخاء والتحاب والتوادد، هذا ما جاءت به الشريعة. فمن سعى هذا المسعى الكريم فإن له الأجر العظيم. ألا ترون كيف أن الكذب على بشاعته وشناعته أحل وأبيح من أجل تقارب القلوب وتصافي النفوس؟ إذا أراد الإنسان أن يصلح بين اثنين جاز له أن يكذب بأن يتحدث مع الأول فيقول إن فلانا يحبك ويود السلام عليك ويذكرك بالخير ولو لم يقل ذلك، ويذهب للثاني ويكذب أيضا ويقول مثل ما قال للأول حتى تتقارب النفوس. أباحت الشريعة وغضت الطرف عن شناعة الكذب من أجل ما يحقق من هذه المنزلة من تصافي القلوب وتقارب النفوس. ألا ترون أيها الإخوة كيف أن الإنسان إذا بذل المال ولو كان عظيما في الإصلاح بين الناس وتحمل من أجل ذلك الحملات فصار دينا عليه، جاز أن تدفع له الزكاة ليسدد ما تحمله من أجل هذا المقصد العظيم. كل ذلك يبين أن هذا المسعى وهو الإصلاح بين الناس، وهو أن جمع القلوب والحرص على التواد، وأن لا يشاع في المجتمع التنافر والعداوات، هذا المقصد العظيم جاءت به الشريعة مؤكدة له في مواضع من نصوص الكتاب والسنة. ومن ذلك هذه الآية الكريمة التي تجعل للمسلم مسلكا يسلكه دائما، لا يقابل عداوة بعداوة ولا إضرارا بإضرار ولا سوءا بسوء، ولكن ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ومما جاء في هذا الباب أن الله جل وعلا أمر أن يقابل الكلام الطيب بمثله أو أحسن منه، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ومن جملة ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر وقال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى توادوا، أفلا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فالمجتمع
الذي يشاع بين أفراده السلام والكلمات الطيبات والخصال الكريمات، لا شك أنه مجتمع راق، مجتمع تشيع فيه الفضيلة وتندثر فيه الرذيلة. هذا المجتمع الذي يتواصى فيه أفراده ويقابل بعضهم بعضا بالحسنات، مجتمع كريم يستحق بفضل الله الكريم كل خير. ولذلك إذا أشيع السلام وأشيع الخير والإنعام بين أفراده نالوا حظا عظيما. ألا ترون كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على إشاعة هذا المقصد العظيم بالكلمات وبالأفعال وفي ردود الأفعال أيضا، ثم حث على المبادرة بإشاعة الحسنات، وذلك بالكلام والكلمات الطيبات كما تقدم وبالأفعال أيضا. ومن جملتها أن يبادر الناس بالهدايا فيما بينهم، لأن الهدية لها الأثر العظيم في تقارب النفوس، كما روى البخاري في الأدب المفرد والبيهقي في سننه بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تهادوا تحابوا، حث على أن يتهادى الناس فيما بينهم، وذلك لأن الهدية تجلب المحبة. ثم حتى لا يكون بين الناس التكلف في الهدايا، وأن يظنوا أن المقصد فيها هو ثمنها ونفاستها، قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح البخاري: يا معشر المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. لما كانت البيوت هي منطلق مبادرات الخير والهدايا بين الجيران، وجه النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب للنساء المسلمات، وأنها ينبغي أن تبادر بالهدية لجيرانها. ومن جملة الهدايا إرسال الطعام، إذا صنع أهل الدار طعاما أرسلوا لجيرانهم منه، ليس المقصود إشباعهم، ليس المقصود إشباعهم من جوع، ولكن المقصود هو رمز وإشارة إلى الود والتآلف. ثم لا يظن أن المقصود أن يكون الطعام فاخرا، قال: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. ولو كان المرسل هو مرقة هذا الموضع من الشاه، وهو موضع الحافر، لو أن حافر الشاة وهذا الغضروف الذي ربما يرميه من يسلخ الشاة حين يذبحها لأنه لا قيمة له، لكن لو صنع به مرقة ماء، وهذا الموضع الذي ربما يرمى، لا ينبغي أن يحتقر. لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه، لو أهدته برغم أنه شيء يسير لا يحتقر، فإنما المقصود ما وراء ذلك، وهو إشعار هذا الجار وهذا الزميل والصديق وهذا الحب والرفيق أن له في قلبه منزلة كريمة، فهو يفكر فيه ويتمنى له الخير ولو بأقل ما في يده، فكيف إذا كثر ما في يده. والمقصود أيها الإخوة الكرام أن الذي ينبغي بين أهل الإسلام، بل بين أهل الإسلام حتى وفي معاملتهم مع غير أهل الإسلام، أن يكون البدء والمبادرة بالإحسان، وفعل الأعمال الطيبات وقول الكلمات الحسنات، فهذا له أثر عظيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فاعلموا رحمكم الله أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، هذا المنهج العظيم الذي دلنا عليه كتاب ربنا وهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، منهج له من المنزلة أشرفها، ومن الرفعة أعظمها، ومن العاقبة خيرها في الآخرة والأولى. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولما كانت هذه المنهجية عسيرة على النفوس، لأنه ليس كل أحد يستطيع ضبط انفعالاته ولا ردود أفعاله، ولا كل أحد يحلم على جهل الجاهلين وعلى بغي المعتدين، بين ربنا أن هذه المنزلة إنما يصل إليها الكمل من عباده المثبتون، الذين أوتوا من العقل أرجحة، ومن قبل ذلك من الإيمان أعمقة. قال ربنا: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه الخصلة وهذه المنهجية العظيمة لا يبلغها ولا يقبلها إلا لا يبلغها ولا يقبلها ولا يعمل بها إلا من صبر على ذلك، لأن كظم الغيظ وتحمل الأذى لا يستطيعه كل أحد. من ذا الذي يمكن أن يثبت على هذه المنهجية ويتجاوز تلك الأخطاء من الناس برغم تكررها؟ إلا من كان قد أوتي من العلم وأوتي من رجاحة العقل والحكمة الشيء العظيم. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولذلك لما كانت هذه المنهجية تشق على النفوس، وعد الله من سلكها بحسن العاقبة. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، لا يبلغ هذه المنزلة إلا ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والآخرة. لا يبلغ هذه المنزلة ولا يعمل بهذه المنهجية إلا من أوتي سعادة ورزق فضلا من الله جل وعلا. والمتخصصون في علم النفس يدركون أن هذا من أعظم ما تطوى به مسببات الانزعاج والتوتر في الحياة، لأن كثيرا من الناس حينما يواجه هذه الأخطاء من أولاده أو من زوجه وأصدقائه أو من جيرانه وأقاربه، سوف تعتلج هذه المشاعر في نفسه، فهو يفكر: كيف أخطأ علي فلان؟ كيف أنتقم؟ يترصد به متى تأتي المناسبة التي يواجه بها عداء هذا الإنسان وخطأه، بل ربما وصل به الجهل إلى أن يفرح بمرض هذا الذي أخطأ عليه، وبفقره، بل وبموته، حتى إنه ربما لا يشهد لهذا المخطئ عليه من قريب أو جار أو صديق، لا يشهد له جنازة لو مات. كل هذا سقوط في درك المشاعر السيئة التي اعتلجت في نفس هذا الإنسان بعد أن أخطأ الطريق الذي بينه لنا الرحمن. ولذا قال الله جل وعلا: ما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، لأنها أيضا تساعد الإنسان على أن يتجاوز هذه المشكلات الجانبية ويفكر ويخطط. فتجد كرام الناس ذو المقاصد العالية والنفوس السامية الكريمة إنما يفكرون ويخططون في أمور بناءة، ليسوا متفرغين للعداوات
ولا إلى رد ولا إلى رد ما يكون في النفوس من الإحن والمهاترات، وإنما يفكرون ويخططون فيما فيه الخير. أما ذوو النفوس الدنيئة فإنما يفكرون في الدناءات، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: من الناس من قلبه يطوف حول العرش، ومن الناس من نفسه تحوم حول الحش، يعني عند الأماكن الدنيئة. وهكذا يتفاوت الناس بحسب ما يتخذونه من مناهج، وأعظم المناهج ما دل عليه ربنا جل وعلا في كتابه الكريم. جاء عن علي بن أبي طلحة رحمه الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب، والحلم عند الجهل، والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان، وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم. وما دلت عليه هذه الآية الكريمة تبين سبب كثير من المشكلات في عالمنا المعاصر، سواء على مستوى الأسر والعوائل أو مستوى القبائل والمدن والدول، لأنها إنما هي انعكاسات عن منهجية يتخذها بعض الأفراد فتنعكس على الجماعات. وهل قطعت العلاقات ومنع التواصل بين عدد من الأقارب إلا بسبب مخالفة هذا المنهج الرباني؟ فكم من أشقاء خرجوا من رحم واحد تقاطعوا فيما بينهم لما أخطأوا هذا الطريق. ووالله لقد سمعت عن رجل لما أردنا أن نذهب لنصلح بينه وبين أخيه، وقد تطاول بهم العمر وتفرقوا بسبب الإرث، مات واحد بعد الآخر وهم أعداء أشد العداوة. ولما بقي اثنان ورتبنا للإصلاح فيما بينهم، إذا بأحدهم يقطع هذا الطريق ويقول: والله لو حضر عندي محمد بن عبد الله للإصلاح ما قبلت. نعوذ بالله من هذه الحال، هذا جهل وتسلط من الشيطان. ثم هل قطعت العلاقات والتواصل بين أهل الإسلام إلا بسبب مخالفة هذا المنهج الرباني؟ حتى وجدت العداوات بين دول إسلامية تقطع العلاقات فيما بينهم، بينما لا تقطع فيما بينهم وبين غير المسلمين. والسبب في ذلك هو مخالفة هذا المنهج الرباني. وهل وجدت أنواع الحروب اليوم والقتل للنفوس وإهدار الطاقات والأموال إلا بسبب مخالفة هذا المنهج الرباني؟ إن الله جل وعلا يأمر بالعدل والإحسان، ويأمر بالتواصل والتقارب والحرص على تكميل المصالح العليا للأمة، وإنما يكون ذلك بمثل هذا المنهج الذي دل عليه ربنا جل وعلا. والمقصود أيها الإخوة الكرام أن هذه الآية العظيمة فيها الدلالة على منهج ينبغي أن يسلكه الإنسان في تعامله مع الآخرين مهما قربوا أو بعدوا، فالعاقبة له، لأن الله قد وعد: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يعني نصيب وافر من السعادة في الدنيا والآخرة. والعلماء رحمهم الله يذكرون أن هذه الآية الكريمة من أصول ومبادئ التعامل مع الآخرين، ويشبهها في هذا المقام قول ربنا جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ألا وصلوا وسلموا على خير خلق الله نبينا محمد، فقد أمرنا ربنا بذلك، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين
وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ألف بين قلوبهم واجمعهم على الحق يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبيه لما فيه خير العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عجل بالفرج لإخواننا المكروبين في الشام. اللهم احقن دماءهم، اللهم أصلح أحوالهم، اللهم انتقم لهم ممن ظلمهم. اللهم أنزل عذابك ومقتك بطاغية الشام وأعوانه ومن أعانه يا قوي يا عزيز. اللهم احقن دماء إخواننا واجمع شملهم في مصر وليبيا واليمن وفي سائر البلاد يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.